يعني امي اذا ما صار في تاجيل الاحد الجاي. ايوه وبده يضل كثير هميك. مشغله 15 يوم. لك امي شلون بتامني تبعتيه لحاله؟ اي والله هالايام الرجال صار بيخاف عليهم اكثر من النسوان. قولتك بس شو بدي اعمل يعني؟ لك امي فهميني بقى، بدي ضل علمك، لازم تضلي تنقي على راسه ليل نهار لحتى ياخذك معه، هيك قلك يعني؟ ماما صدقيني اذا بنقفق راسه سنه بحالها ما رح يمشي الحال. وليش لحتى ما يمشي الحال؟ لانه راضي رايح دوره تدريبيه على حساب الشركه، مو رايح سياحه وشم هوا، يعني كيف بده ياخذني معه؟ طيب وهي الدوره ما بياخذ عليها قرشين نضاف؟ بلا، بده يطلع له منها حوالي شي 100,000 ليره. عظيم كثير، خليه يحط هال 100,000 تكاليف سفرتك وياخذك معه، شو بصير يعني؟ تخرب الدنيا؟ لا ايوه، هي ال 100,000 ليره بدنا نوفي فيها ديوننا، مو بدنا نعمل فيها سياحه. بتضلي غشيمه وعلى نياتك طول عمرك. في وحدة عاقلة بتقبل انه جوزها يتركها 15 يوم ويقعد لحاله وين؟ بإيطاليا. ماما بالنسبة لراضي انا مأمنت له كثير وبثق فيه، بعدين مثل ما بتعرفي راضي قلبه ابيض وهيك نقي مثل حبات المطر، وفي شغلة ثانية لازم تعرفيها، راضي مستحيل يحب وحدة ثانية غيري حتى لو كانت ملكة جمال إيطاليا. ايه حاجتك بقى حاجة، ايه والله لو بصح لنا لفاية من السنغال ما بيوفرها. اسمعوا على الحكي، أنا مأمنة بالرجال مثل المية بالغربال. ناهدا شو حبيبي؟ وينك؟ ليكني هون. شوفي 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 شو صار بالقمصان، مثل ما ماسح فرد شكل. يبعث لي حمى ان شاء الله، حلت عليهم بلوزتي. ما الله يصلحك يا ناهدا، ليش حطيتي بلوزتك مع قمصاني بالغسالة فرد وجبة؟ شوفي شوفي لك شوفي مرت عمي، شايفة؟ تقبرني ولا ما توقعتها تحل وحياة الله. ولك حبيبتي قماش وطني هاد، شو ما توقعتها تحل وطني. طيب خلص حبيبي بسيطة، سامحني هالمرة أنا آسفة. ماشي الحال مو مشكلة، بس كنت ناوي آخذ معي هالقمصان على إيطاليا، شو بدي أعمل هلا؟ وليش كنت ناوي تاخذ كل هالقمصان على إيطاليا؟ إيه كلهم ست قمصان، استكترتيهم علي مرت عمي. إيه حاجتك بقى، قميصين ثلاثة بيكفيك، شو رايح تعمل عرض أزياء؟ ما بيقدوا مرت عمي، صدقيني ما بيقدوا، لأنه أنا هنيك ما راح أفضى أغسل وأكوي و يعني بتعرفي، أصلاً مو واردة هالشغلة، ومشان هيك حسبت حسابي بكم قميص زيادة. صحيح، الحق معك، أكيد ما راح تفضى تغسل وتكوي. معقولة واحد رايح على إيطاليا يقضي وقته بالغسيل والكوي؟ والعمل هلأ؟ شو بدي ألبس هنيك؟ خلص حبيبي خلص، شبعنا محلولة من وصلتك لهنيك، اشتري لك كم قميص وصلى الله وبارك. خطر ببالي هيك شي، مو إنه ما خطر، بس هنيك يا ناهدا القمصان غالية وأنا ما لي ناوي أتبح تربية السفرة، بدي طب إيدي شوي حتى وفر ووفي دناتي. أصبح خلص، اشتري من هون قميصين ثلاثة ودبر راسك فيهم، ليش كل اللعي اللي بلا طعمة؟ ماشي الحال، وهالقمصان هدول شو بدنا نعمل فيهم؟ لكن حشم من ايدك بقى، انا بعطيهم للناطور ابو حسان. طيب وهي لحشناهم. هلا اقعد واشرب قهوه، شو بك حايس ولايس؟ مالي حايس ولايس، روحي اقعدي هنيك. تفضل سامي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لك شو هاد؟ شو هاد مرت عمي؟ تبعت لي حمى تسلق بدني على العملة. مو بدنك اللي سلق، بدني، بدني اللي سلق، لأنه مثل النار القهوة. إن شاء الله لا تواخذني صهري، أنا آسفة كثير، إن شاء الله لا تواخذني. أمنت بالله على هالنهار، لك هي البيجامة اللي كنت بدي آخذها معي لإيطاليا، هي بالذات. استقبرني معلش، قوم، قوم انقع بالماء قبل ما تذبح القهوة، قوم قوم. لا حول ولا قوة إلا بالله، وجاءنا عزيز كتابكم في أحلك الأوقات. بعت لي حلمة إن شاء الله. والله يا ناهدة قلبت قد الكمشة على العملة اللي عملتها مع جوزك، لي على قامتي إن شاء الله، شو بده يبربر علي هلا؟ يلا أمي مو مشكلة، بسيطة بسيطة، شو صار يعني؟ قلتك بيكون زعل مني ما هيك؟ لا أمي لا أبداً، ما بيزعل، بعدين راضي قلبه أبيض كتير مثل النفجة. إذا كان هيك منيح، طمنتيني، حاكم الرجال ما بيصدق إمتى يمسك ممسك على الحماية. ناهدة أنا رايح، بدك شي عيني؟ لا حبيب قلبي سلامتك مهونة يا رب. الله يسلمك خاطري. مع السلامة. بسيطة بسيطة ولا يهمك، تبعت عزف ماما انت الثاني، روح روح تعال روح. الله كسر راسك، لا تاخذني جارنا مشان الله. ماشي
صباح الخير استاذ راضي. اوف اوف اوف، ضو السيارة مكسور، مين كسره؟ دخيل عينك هتأخذني، انا اسف كثير وخجلان منك. انت اللي كسرته؟ غصبا عني، كنت عم دور بسيارتي وعلى ما يبدو ما كبرت كوعي كثير، قمت نكشت لك بضو نكشة صغيرة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استاذ راضي انا بكرر اسفي مرة ثانية. بسيطة جار بسيطة، ولا يهمك، حصل خير. يعني سامحتني؟ يا سيدي سامحتك، شو بدي ساوي لك أنا؟ علق مشنقتك؟ سامحتك سامحتك بقلبي الكبير. الشغلة مو محرزين حكى فيها. يا عيني عليك شو إنسان شهم، وقلبك أبيض مثل دمعة المطر. خاطرك شهر. الله معك حبيبي، الله معك، مهون إن شاء الله. يا لطيف شو انسلق بدني لما سفقت جوزك على ظهره بالمقشة. عم قلك حسيت الأرض انشقت وبلعت. شو يعني ما كنتي شايفتي؟ ما كنت شايفة حدا قدامي، لأنه هالمغضوب ابني كان عاميلي على قلبي عمي من برادته وفعايله الناقصة. ولا يهمك حبيبتي، بسيطة، حصل خير. بدك الصراحة، أنا لما شفت المقشة طجت بظهر جوزك الأستاذ راضي قلت لحالي رح يهجم علي وياكلني بلا ملح، لأنه مو قليل منه واحد طالع من بيته بأمان الله من على بكرة الصبح يتصبح بمقشة عم تطجله ظهره طج. معك حق، مو قليلة أبدا. إيه بس ريته ما يبلع على هالأكابرية، الله وكيلك بيحط راسه بالأرض مثل الغنمة ولا حكى كلمة واحدة برات الطريق. تعرفي شو قال لي؟ قال لي معلش جارتنا حصل خير، ولا كأنه مسفوق على ظهره بالمقشة. صحيح، لأنه راضي بالعادة مسالم كتير ونادرا ما يعصي. يعني قلتك بيكون الأستاذ راضي زعل مني شي؟ لا ليش لحتى يكون زعل، لا ما زعل. بتعرفي راضي كتير قلبه أبيض وهيك نقي مثل حبات المطر. الله يخلي لك يا، بالفعل قلبه أبيض، والحمد لله وألف الحمد لله أنه أجت المقشة على ظهر جوزك ما أجت على رأس حدا تاني من الجيران. والله كان عمل لي فضايح إلها أول ما إلها آخر. شفتي شفتي قديش حظك حلو، شربي قهوتك شربيها. يخلي لك يا إلهي. أنا سيرهاف، ناوليني مخطط الأساسات الرئيسي تبع بناء الشركة سيئة لو سمحتي. ليش مو عندك على الطاولة؟ لا مو عندي، مو مبارح طلبتين مني لحتى تشوفي التعديلات؟ ايه صحيح، تركت لك اياه هون. تفضل استاذ. تسلمي يا رجل. عمى شو هال؟ رهاف؟ معقول؟ خير استاذ في شي؟ شو خير؟ مو شايفة هالبعة يلي بنص المخطط؟ ايه مبلا شايفتها. منين اجت هالبعه؟ انا اسف كتير استاذ، مبارح لما كنت فارد المخطط على الطاوله اندلق عليه فنجان القهوه. اندلق الفنجان على المخطط؟ يعني ما حليلك تشربي قهوه الا فوق المخطط يا رهاف. لا تاخذني استاذ، فعلا انا اسف كتير. ماشي الحال، مو مشكله، ما رح اعملها قصه، بس بهالصوره رح اضطر ارسمه من اول وجديد. يلا استاذ تتسلى في على مهلك. بتسلى في على مهلي؟ ولك تسلمي لقلبي يا حق، شو انك فايقه ورايقه يا رهف؟ قال بتسلى فيه. هو الحق معك ها، لانه انا فاضي اشغال وناقصني شويه تسلاي. على كل حال ايمي من وشي هلا، لانه ما رح اقدر اشتغل فيه الا بعد رجعتي من ايطاليا. صحيح استاذ، انت بدك تسافر على ايطاليا؟ هو المفروض الاحد الجاي، بس والله ما بعرف ليش ما حجزوا لي لحد هلا. وليش هيك مبردين قلبهم؟ المفروض يحجزوا لك قبل بوقت لحتى ما تروح عليك الدوره. اي والله يا رهف معك حق، لازم يسرعوا الإجراءات أكثر من هيك. طيب ليش ما بتفوت لعند المدير وبتتابع الأمور بنفسك؟ فعلا مو أنت يلي قلتي، ليش ما بتفوت لعند المدير؟ إذا حدا سأل عني أنا عند المدير. حاضر أستاذ. ومين قال لك إنه نحن مقصرين؟ الحجز خلاص مشي حاله، وثبتنا لك يا يوم الاحد الساعه 5 على الطياره السوريه. عظيم كثير استاذ، بس صدقني ما حدا بلغني. شلون ما حدا بلغك؟ مدير الشؤون الاداريه والقانونيه ما خبرك؟ خبرني بشو استاذ؟ الحقيقه يا استاذ راضي صار في مستجدات بموضوع البعثه. ما فهمت عليك، مستجدات شو؟ يعني بصراحه نحن بدنا نعتذر منك. عفوا؟ تعتذروا عن شو؟ عن البعثه. والله ما فهمت. يمكن انصطم فهمي. شلون يعني تعتذروا؟ ولا يهمك استاذ راضي، راح افهمك. نحن بالمؤسسه يا استاذ راضي في عنا اعتبارات خاصه وبتعرف هالشيء، وفي عنا مقتضيات عامه تعتمد الاولويات، ولحتى نقدر
نوازن بين هالاعتبارات الخاصة والمقتضيات العامة بطريقة ما تخل باستراتيجية وسياسة الشركة، نضطر أحياناً لاتخاذ بعض الإجراءات والتدابير الفورية. أستاذ بترجاك عطيني من الآخر، لأنه بصراحة أنا بضوج كتير من المقدمات الإنشائية. أوكي مهندس لطفي، راح أعطيك من الآخر. يا سيدي بصراحة نحن عفيناك من هالبعثة ورشحنا بدالك الأستاذ مصعب. عفيتوني من البعثة؟ شلون هيك؟ هيك هذا اللي صار. إيه بس أنا جهزت حالي وحكيت قدام الناس إني مسافر على إيطاليا وبنيت آمال كبيرة على هالبعثة، وبصراحة أكتر صرت شوفها بمنامي يا أستاذ. بعدين الأستاذ مصعب يعني مع احترامي الشديد له، إيه ماله مهندس ولا بطيخ بسمير ولا ما يحزنون، يعني الأستاذ مصعب خريج مكتبات ودورة إيطاليا يا أستاذ، دورة فنية هندسية بحتة. معليش أستاذ معليش، نحن بنعرف هالمعلومات هي، ما في داعي تعيدها وتفتها قدامنا. ومثل ما قلت لك نحن عنا اعتباراتنا الخاصة. يعني ما في مجال تعيدوا النظر بهالقرار أستاذ كرمال خاطري. آسفين كتير يا راضي، ما في مجال منه، لأنه نحن عنا اعتبارات خاصة. كي أستاذ خلاص ما في مشكلة، يعطيكم العافية. الله معك. شو آسفين كتير ما آسفين كتير؟ وين تنصرف هاي؟ ما بعرف، يمكن ببنك الاعتذار العالمي. يعني طارت البعثة؟ اي نعم يا ستي طارت وما حدا سمع عليها. ألو نعم. أهلين أهلين وسهلين. نعم شو هالحكي؟ طار المدير؟ أوف 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 على هالخبرية. وين طار؟ ايوه فهمت عليك. وينه هلا؟ بيت خالته؟ كمان؟ العمى معناها القصة كبيرة كتير. وينك؟ الله يرضى عليك، شو بيصير تطورات؟ بالتفصيل بتخبرني اياها وبسرعة. ايوه. ايه ولا يهمك، رح اضل جنب التليفون. ايه. الله معك، مع السلامة. خير شو في؟ طار المدير وهدى بغرفة السجن بعدرا، والدنيا مقلوبة فوقاني تحتاني بالشركة وأنا مدريان كأني على البركة. ليش شو صاير؟ قال التفتيش كامش عملية اختلاس كبيرة عنا بالشركة، هيك قالوا. أوف، مينو هذا المختلس بقى؟ قال مبدئياً توقف المدير ومعاونه وأربع موظفين كبار رهن التحقيق، ولسه الحبل على الجرار والقوائم تلي تباعاً. معناها الشغلة كبيرة كتير. إيه والله يا ناهدة، هيك يبدو. وإنت؟ شو بني أنا؟ حبيبي، يكون في عليك شي. ها؟ أنا؟ ليش شو دخلني أنا؟ عم قل لك قضية اختلاس، بقى من أيمتى كنت أنا مد إيدي على مال الناس وأختلس؟ أنا إذا مرقت قدامي بنت حلوة ما بختلس النظر. لك لا، بعرفك ما بتختلس، بس ليقوموا يلزقوك شي تهمة يروحوك فيها. ليش لحتى يلزقوني بقى؟ لأنه فاحت الريحة بشركتكم، والصالح رح يروح بين رجلين الطالح. لا لا، ما بظن، شو هالحكي؟ لا تأمطري لي قلبي، أنا بعيد تماماً عن كل هاللغوصات. يو، مين هو هادي اللي رح يجينا به الوقت؟ مين يعني؟ أبو حسان الناطور، يمكن ما عجبوه القمصان. مرحبا. أهلا وسهلا. هون بيت المهندس راضي منتاش؟ أي نعم، هذا هو بيته. حضرتك؟ أي نعم حضرتي، أنا راضي ملتاش. يا ريت تشرف معنا لو سمحت. لوين بتشرف؟ لوين بده يشرف؟ استاذ راضي انت موقوف، فياريت تشرف معنا وبدون اي شوشرة بيكون افضل. موقوف؟ انا موقوف؟ شو عم تحكي انت؟ اكيد في غلط بالموضوع يا اخ، لانه بيت ملداش كتار الحق بايده. استاذ راضي قلنا لك بدون شوشرة لو سمحت. يا اخي انا مهندس بشركة البناء ومالي مشاكل ابدا، تعدمني يعني تعدموني ان شاء الله. استاذ راضي انت موقوف بقضيه بتخص الشركه، فياريت تشرف معنا. هلا ولا في معي وقت؟ لا ما معك وقت. الله يرضى عليك ناهدة، اتصلي لي بالمحامي خليه يلحقني. المحامي بده يلحقني. لوين؟ شو العنوان؟ تقبرني خلاص، لا تاكلهم، روح انت وانا بتصل فيه، بعت لي حمى عليك ان شاء الله. طيب ايش بنروح؟ سيارتنا سياره الدوريه. ما
سيارتي مو اقدر لي والله اقدر لا لانه سيارتي شو هذا الله يجمع على اهلكم عليه رحتي زرتي اليوم امي؟ اي ماما رحت وشلون لقيتي؟ ان شاء الله اطمنتي عليه لا والله ما اطمنت عليه ليش امي؟ شو في خير؟ لانه راضي معنوياته تعبانه كثير ليكون يا ناهدة مخبص له شي تخبيصه ونحن مالنا حاسين شبنا امي ما لقيتي غير راضي يخبص إلا كان ليش لهلا حابسينه؟ هي بالحساب رح يصل له شهر ما هو هذا اللي رح يجننه صار له شهر موقف لحد هلا ما سألوا ولا سؤال فعلا شغله غريبه ما عرفتي ليش موقف لهلا قال مشان قضيه الاختلاس اللي صارت بالشركه يعني هو له يد فيها منين يا حسره لا له ايد ولا له رجل بعدين شبنا امي انت ما بتعرفي لراضي راضي بيمشي الحيط الحيط وبيقول يا ربي السترة لا تاخذيني يا امي يعني والله هالشغله بتخلي الواحد يروح فكره شمال ويمين طيب طالما ما له يد فيها ليش موقفينه لهلا قال لانه لسه ما اجى دوره بالتحقيق القضيه كبيره كثير وموقف فيها شي 15 موظف لا حول ولا قوه الا بالله منين اجتكم هالمصيبه ما بعرف والله خايفه ورطوا شي ورطه او يلزقوا شي تهمه ماله فيها لا انت الثانيه مو لهالدرجه يلي بيقصده امي انه راضي ماله ولد صغير وبيقدر ينفذ حاله من هالقصه ويطلع منها مثل الشعره من العجين يا حسرتي عليك يا راضي ما بكفي انه طارت باسيت ايطاليا كمان اللحش بالسجن انا ما عم بفهم ليش هيك عم تعكسوا الايام ادخل تفضل تفضل شكرا يا سيدي شرب مي برياك شوي الله يعزك يا سيدي يسلموا ديادك يا سيدي اهلين ايه سيد راضي من اولها مروا سيدي انا جاهز بدنا اياك تكون متعاون معنا بالتحقيق يعني ما تخفي ولا معلومه فهمان شو عم بقلك انت شاب مثقف وفهمان وبالنهايه بتعرف صالحك انا جاهز يا سيدي بس بصراحه لحد هلا ما عرفت شو تهمتي شو تهمتي انا سيدي شو هالحكي لهلا ما بتعرف شو تهمتك سم الموت يا سيدي الله لا يعرفني بحكمي اذا كنت بعرف والله ما بعرف راضي ملتاش راضي ملتاش راضي ملتاش هاي راضي ملتاش مكتوب جنب اسمك هون 3,168,450 ليرة عفوا شو هدول سيدنا شو هدول عم تغشم حالك يعني هذا المبلغ اللي مختلسه انا مختلس 3,000,000 سيدي 3,168,450 ليرة والغريب بالموضوع انه ما في معلومات لا ضدك ولا معك بهالادبار يعني ادبارتك فاضي عفوا يا سيدنا بس ممكن اعرف منين اجى هالرقم يعني بناء على شو عم تتهموني هالاتهام بدك الصراحه كمان انا مستغرب مثلك قلي لي شوف قديه صار لك موقف عنا شهر واربعة ايام يا سيدي بسيطه بسيطه الو الو احترامي سيدي طبعا شغالين فيها القضيه سيدي وبالنسبه للمهندس راضي ملتاش اسمه مكتوب عندي وجنب اسمه في رقم المبلغ اللي مختلسه بس نتيجه التحقيق والتدقيق ما طلع بادبارته ولا معلومه ممكن تكون سيدي يعني الادباره ناقصه معكم سيدي ايوه سيدي معقول سيدي؟ ما في شيء أبداً؟ كيف صار هيك؟ طيب سيدي لا بس هو صار له موقوف عنا شهر وأربعة أيام طيب أنا رح أتصرف بالموضوع مع السلامة احترامي سيدي مع السلامة فعلاً شيء غريب شو هاد؟ في حرف ممحين جنب اسمك عفوا قديش رقم تليفونك 368,450 سيدي هي بينت الخربطه نفس الرقم تمام عفوا سيدي ما فهمت عليكم استاذ راضي الرقم مكتوب جنب اسمك هو رقم تليفونك
ونحن فكرناه المبلغ اللي انت مختلسه. ايه وشو يعني؟ يعني الف مبروك، ما طلع عليك شيء ابدا، انت براء. براءة؟ والأربعة وثلاثين يوم يلي التحشت فيهم بالسجن يا سيدي؟ لحنا آسفين يا أستاذ، وانت مثل ما انك شايف هذا خطأ بسيط، دخيلك لا تواخذنا، وانت مثل ما بتعرف انه هيك قضية بيحصل فيها أخطاء كتير، وما حدا معصوم عن الخطأ إلا الأنبياء، وانت ما شاء الله حولك يعني شاب مثقف وأكيد رح تقدر الموضوع، بس فظاع على النفي، رقم تليفون خلانا نوقفك بلا طعمين. شايف على النهفة؟ شايف ما أحلاها؟ أستاذ بإمكانك هلأ تروح على بيتك، لحنا أطلقنا سراحك وأنا بكرر اعتذاري وأسفي الشديدين مرة تانية. لا بسيطة يا سيدي، حصل خير مو مشكلة، أنا طول عمري يا سيدي متسامح جدا وقلبي أبيض مثل نقطة المطر. على كل حال كسبنا معرفتك. أنا يلي تشرفت بمعرفتكم، فرصة سعيدة كتير يا سيدي. يا أهلي وسهلين، بزورنا ها، لا تغلط. لا ما بغلط إن شاء الله، بزوركم إن شاء الله بزوركم. تفضل حبيبي. يسلم وديات إن شاء الله. صحتين وهنا. هبات لي حمى لدعت لسانك، ما سخنة عليها سخنة. لا 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 مو لدعت لساني، بس ما بعرف طالع لي حبة صغيرة براس لساني تحرقني كتير كل ما بشرب شي سخن. من امتى طلعت لك الحبة؟ من وقت ما كنت موقوف من غير اليوم. لا يا راضي الله يصلحك، ليش ساكت لهلأ؟ ما تورجيها لشي دكتور؟ معك حق فعلا، ما عاد ينسكت عنها أبدا، من بكرة لازم شوف دكتور. مد لسانك لشوف. ضبط سانك. من امتى طلعت لك الحبة؟ يعني بدك تقول من شي 20 يوم تقريبا. وليش ساكت عليها لهلأ؟ الحقيقة أنا لما كنت ببعثة بإيطاليا. ليش ما رجعت طبيبك هنيك؟ قلت أخصائيين أورام بإيطاليا؟ نعم أورام. أستاذ راضي أنا رح استعمل معك الصراحة على الطريقة الأمريكية، والمصارحة بين المريض وطبيبه صارت واجبة الأيام. ليش؟ خير في شي دكتور؟ انت معك ورم بلسانك. ورم بلساني؟ اي نعم، وفي احتمال 95% يكون هذا الورم خبيث. شو هالحكي؟ ورم خبيث؟ معلش استاذ راضي، انا من مدرسة الاطباء اللي ما بيحبوا يخفوا شي عن مريضه، يعني المريض لازم يعرف حقيقة مرضه لحتى يعرف يتصرف على اساسه. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب شو الحل دكتور؟ ما في علاج لهالحالة؟ أنا برأيي نستأصل هذا الورم الصغير قبل ما ينتشر ويصير كبير، يعني ويخرج عن نطاق السيطرة. شو؟ شو بدنا نستأصل؟ شقفة من لسانك. بدك تقص لي لساني؟ مو كله، شقفة صغيرة بس. بس دكتور لسان هاد، لك لسان مو أي شيء تاني، مو مسخرة، يعني أي شقفة بتنقص منه بجوز تأثر على نطقي دكتور. هو بصراحة أنا ما بخفيك، النطق ممكن إنه يتأثر، ولكن تحت ضغط مصلحتك لابد من عمل جراحي، وإلا رح ينتشر المرض بكل حلقك. ساعتها أنت المسؤول عن هذا الشيء. أنت بتحب حدد لك موعد العملية؟ والله يا دكتور ما بعرف حدد. لازم تعرف. أصبح حدد أنت دكتور، حدد. الثولي الثاني يا ناهدة، سفتي شو عملوا فيه؟ ما عاد طلع معي حس السين ولا بسكل من الأثقال. بكرة كل الناس بتسارع بتصير تتمسخر علي. طول بالك حبيبي، طول بالك، بعدين قول الحمد لله يلي هيك مو أكتر. لسو كان بده يصير أكتر من هيك؟ يعني يقصوا لي لساني كله؟ هات يلي كان ناقص والله. لك لا حبيبي مو هيك قصدي. خلاص حافي بقى يا حافي، عرفت شو قصدك. على كل حال أنا بدي روح شوف الدكتور هلا، بدك تسي مني؟ اليوم رح تطلع نتيجة التحليل؟ اليوم رح استلم النتيجة، وبعد منها بدي روح رافع الدكتور. رايح البس ثيابي، يلا سلام. تفضل استاذ راضي، هاي النتيجة. طمنيني الدكتورة ثوثان، شو طلعت النتيجة؟ الحقيقة أنا مستغربة شوي. وليش مستغربة دكتورة ثوثان؟
يعني أول شيء نتيجة التحليل سلبية تماماً. سلبية؟ شلون سلبية؟ تاني شيء هو الأهم، إنه ما في أي ورم بلسانك من أصله، لا سليم ولا خبيث. لا سليم ولا خبيث؟ شو كان معي لك؟ يلي كان معك أستاذ راضي نوع من الفطور، يعني كان ممكن يتعالج بالأدوية وما كان في داعي أبداً للعملية. شو هالحكي دكتورة سوسان؟ يعني كان ممكن طيب بدون ما يقصوا لي لساني؟ بدون ما يقصوا؟ على كل نتيجة التحليل بتأكد هالشي. فظاعة على هالغلطة، أنا أول مرة بحياتي بتعرض فيها لهيك موقف. الحقيقة أنا ما كنت متوقع هيك نتيجة أبداً. شو يعني؟ يعني كلام الدكتورة سوسن بوراي مظبوط، صار في معنى خطأ بالتشخيص. بقى دخيل عينك يا أستاذ راضي، لا تأخذني، أنا آسف كتير. آسف كتير؟ لك شو فائدة الأسف بعد ما نقص لساني؟ وين بينصرف هذا الأسف تبعك؟ يا أستاذ راضي مساح وشك بالرحمن، يعني الدكتور كمان إنسان وبيغلط، وأنا بجلالة قدري عم اعتذر منك أطلب السماح. ولك حازي اعتذارات بقى حازي يا. شو يعني إذا كنت أنا متسامح وقلبي أبيض بتركبوا على ظهري؟ لسه وين ما رحت آسفين؟ الزارة سفقتني بالمقسة آسفين، المهندسة سفحة القهوة على الرسم الهندسي تبعي آسفين، سحبوا مني البعثة آسفين، حبسوني بالسجن سهر زمان من دون ما يسألوني سؤال واحد آسفين، قصيتولي نص لساني آسفين، وبعدين بقى وبعدين شو آخرة الأسف هاد؟ شو آخرة الأسف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر زغلي آسفين بسيطة بالسبب سواتي آسفين العمى في قلبك العمى، لكن انت حمالونا ولك شو ضربك على خربك ولا ها؟ آسف يا سيدي آسف، قلنا لك آسف يا سيدي. أنا آسف كثير.